أما مجلة فورين أفيرست فقد نشرت الأمريكية طبعا نشرت تقريرا قالت فيه إن أمريكا وحلفائها يواجهون أزمة ردع خصوصا عندما يتعلق الأمر بالجهات الفاعلة غير الحكومية كالحوثيين باليمن وحزب الله اللبناني، حيث أثبتت نظرية الردع القديمة أنها عديمة الفائدة تماما. وأضافت المجلة أن المخاطر المركبة والمتمثلة في مقتل أفراد عسكريين أمريكيين بالضربات الحوثية أو غرق سفينة شحن أخرى تتزايد مع مرور الوقت. وأشارت المجلة إلى أن الضربات لا تفيد كثيرا عندما يتعلق الأمر بالكيانات غير الحكومية مثل الحوثيين، ذلك أن تلك الكيانات تفتقر إلى الأهداف العسكرية ذات القيمة العالية التي تتمتع بها الدول، وبما أن تلك الكيانات قادرة على الحركة وتخفي نفسها جيدا فإن أنظمة الصواريخ التي تستخدمها يصعب القضاء عليها. أشارت المجلة إلى أن حزب الله والحوثيين معرضون للمراقبة المكثفة والضربات الجوية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، ولأنهم قريبون من البحر فإن الحاجة إلى بناء الولايات المتحدة لقواعد باهظة الثمن على الشاطئ ستقل، لكن هذا النهج يستغرق وقتا ويتطلب قدرا كبيرا من الموارد وينطوي على قدر لا بأس به من الدمار.